جلالة، هذا مساء يسلط المجهر من جديد على الوضع الفلسطيني في عصر التحولات الكبرى، في هذا الاستحقاق الكبير بعد أن تم الإعلان منذ أسبوع عربيا بشكل رسمي عن التوجه رسميا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونناقش هذه المواضيع ومواضيع أخرى تتعلق بالشأن الفلسطيني العام مع دكتور حسام زملط، وهو النائب التنفيذي للمفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح. أهلا بك دكتور حسام. طبعا أصبح الموضوع رسمي مقدم من الجمع العربي، بالتالي من المؤسسة العربية الكبرى، وهو إجراء ضروري لكي تقترب فلسطين من الاعتراف الدولي. أول سؤال، تتوجهون إلى الأمم المتحدة، إلى الجمعية العامة، لماذا ولماذا الآن؟ مساء الخير. أولا طبعا نتوجه إلى الأمم المتحدة لأن هذا من حقنا، أن لا نترك الأمور تحت رحمة الاحتلال والإسرائيليين وقضاياهم. هم لا يوجد لديهم كما يعلم الجميع إلا مزيد من الاستيطان. هم يريدون أن يبقوا، السياسة الإسرائيلية أو الاستراتيجية الإسرائيلية الأساسية هي إبقاء الواقع القائم الستيتس كو إلى ما لا نهاية. وكيف لهم أن يفعلوا ذلك؟ أولا بأن تكون هناك مفاوضات عبثية كما كانت في السابق، وأن يقولوا أن هناك مفاوضات بين الطرفين ويكملوا في هذه في لعبة الخداع. ثانيا أن يتحججوا بقضية لا وحدة الفلسطينية والانقسام الفلسطيني، وثالثا هذه السيطرة الأمريكية على عملية السلام. هذه الثلاث أسباب اللي مكنت إسرائيل من الدخول في عملية سياسية لمدة 20 سنة بدون نتيجة. ردنا على ذلك استراتيجيا انه اولا اوكي سنوقف هذه المفاوضات ان لم تكن مفاوضات قائمه على اساس جدي وعلى مرجعيه دوليه واضحه ووقف الاستيطان. ثانيا سنصل الى وفاق وطني فلسطيني حتى لو كان صعبا. وثالثا لن تكون هناك تفرد من جهه واحده، سنذهب الى الامم المتحده اين بدا الصراع كله، وسناخذ من الامم المتحده قرارا واضحا بشان حقوقنا السياسيه وكيانتنا السياسيه. وهذا بالضبط ما يصنع حاله الهوس في اسرائيل. هل تخترقون قواعد اللعبه التي تعودنا عليها، ان الموضوع يحتاج الى مفاوضات، وانه ليس بالامكان حتى في موضوع عندما قامت اسرائيل بانسحاب أحادي الجانب في غزة أو في مستوطنات إلى آخره، كان دائما الطلب وكان العتب الفلسطيني أنه عليكم أن تتفاوضوا معنا قبل الانسحاب. هل هذا خرق لقواعد اللعب الدولية؟ أبدا. أولا دعنا نفرق بين الاعترافات وهي قضايا ثنائية بين الدول، وقضية العضوية في الأمم المتحدة. الأمم المتحدة لا تعترف، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هم من يعترفون. والاعتراف بدولة فلسطين بدأ من عام 88. نحن في اليوم الذي أعلننا فيه دولة الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة حصلنا على أكثر من 80 دولة، واستمرت هذه العملية منذ ذلك التاريخ أكثر من 23 عام، وكل سنة أو سنتين هناك دول جديدة تضاف إلى الدول التي اعترفت بفلسطين. هذا اعتراف ثنائي. هذا مستمر. نحن الرئيس الفلسطيني توجه إلى أمريكا اللاتينية قبل أكثر من شهر، ونجحت زيارته في الحصول على اعتراف الدول العظمى الأساسية في القارة، وتتالت الاعترافات من القارة. هناك جهود في أوروبا الآن ونحن موجودين في أوروبا، هناك جهود في أماكن أخرى. هذه العملية منفصلة، ستستمر قبل سبتمبر وستستمر بعد سبتمبر، هي مستمرة على كل الأحوال. موضوع سبتمبر هي موضوع دولية بالأساس، هناك شراكة بيننا وبين المجتمع الدولي تشكلت في السنوات الأخيرة. الشراكة عنوانها الأساسي أننا سنقوم ببناء برنامج لتحضير الدولة الفلسطينية وتجهيزها، ثم سننطلق في مفاوضات مدتها عام أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تبدأ في سبتمبر 2010 وتنتهي في سبتمبر 2011. ومن ثم أعلن الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة في الجمعية العامة العام الماضي وقال العام القادم في سبتمبر نريد أن نرى دولة جديدة بينكم اسمها فلسطين. فالعالم كله أجمع أن هذا هو التوقيت وهذا هو خط النهائي للعملية الثنائية بيننا وبين العالم لهذه العملية، لهذه الشراكة. وصلنا إلى الخط، ولكن إسرائيل لم تستطع اللحاق لا بنا ولا بالمجتمع الدولي. إسرائيل متأخرة في احتلالها وفي سرقتها للأرض، متأخرة في هذه السياسات والقوانين التي تقرها في الكنيسة. إسرائيل داخلة في مزاج جدا فاشي. ما عسانا فاعلين، ما عسانا أن نكمل مع المجتمع الدولي وأن على الأقل أن نحصل هذا الاستحقاق.
هذا هو الفكر الأساسي. جيد أن تذكر أن أعلنت دولة فلسطين عام 88. ممكن السؤال لماذا لم تذهبوا إلى وبدأ العالم يعترف بكم بشكل ثنائي، لماذا لم تذهبوا في 89 في 90، لماذا لم تذهبوا في 95 بعد أسلوب؟ صحيح، لماذا كنتم، هل كان ذلك يعتبر عرقلي لتقدمكم في الفترة الأولى؟ هذا سؤال جدا منطقي وشرعي، وممكن أن كان يجب علينا الذهاب للأمم المتحدة في حينها، ولكن كان هناك منطق أن دعونا ندخل في عملية تفاوضية قد تكون هي الطريق الأسرع للوصول إلى حل الدولتين، لأن الاحتلال لن ينتهي بقرار أممي، الاحتلال سينتهي عن طريق إما المفاوضات أو الحرب، ووصل الجميع بما فيهم الإخوة العرب لقرار أن الحرب لم يعد موضوعا على الطاولة. ولكن 20 سنة من المفاوضات كافية دكتور محمد، كافية 20 سنة أن تصل إلى نتيجة أن ميزان القوى بينك وبين الإسرائيلي، وأن هذا المحيط الذي تسعى من خلاله إلى التفاوض لن يفضي إلا بعد تعديل ميزان القوى. ذهابنا إلى الأمم المتحدة هو جزء من عملية كبيرة لتعديل ميزان القوى ولتحسين فرص أن نعود إلى مفاوضات حقيقية جدية لا عبثية بناء على حقوقنا الثابتة. طيب، فقط تعديل لميزان القوى. أريد أن أسألك حول هذا الموضوع، هل هذا جهد مزاجي نوعا ما، لأنه تم طرح الموضوع وكأنه رد فعل وأنه نحن ذاهبون إلى المتحدة إذا لم يعود الإسرائيلي إلى المفاوضات، لم يتخلى إلى آخره، وكأنه هذا عقاب للإسرائيلي؟ لكن وحتى الرئيس محمود عباس يقول نحن ذاهبون إلى المتحدة، قال ذلك منذ أسابيع، نحن ذاهبون إلى المتحدة إلا إذا استنفت المفاوضات. هل نعرف إلا إذا هي جائزة طردية لمن، أم هو نوع من المساومة حول الموضوع؟ يعني هي ليست بهذه إما أبيض أو أسود، هي الأمور في السياسة كما تعرف، الرئيس محمود عباس يقود شعب ومجتمع وهناك مصالح عليا للشعب الفلسطيني، ونحن لسنا وحيدين، هناك لاعبين كثر، هو يريد دائما تعظيم مكاسب شعبه في هذه اللحظة الفارقة، في لحظة يمر فيها الإقليم بأوضاع صعبة على المستوى القصير، نتمنى أن تكون تعود علينا جميعا بالمنفعة على المدى الطويل، وهناك مجتمع دولي تقود الولايات المتحدة لا تدعم كل مواقفك، فإذا أنت تمشي على خط جدا دقيق. المقصود هنا إن جاء نتنياهو ليس هناك مزاجية، كان هناك قرار من القيادة الفلسطينية بوقف المفاوضات، نحن من أوقفنا المفاوضات، هذه ليست مزاجية، قرار استراتيجي، ولن نعود إليه إلا إذا اعترف الإسرائيليين بمرجعية واضحة. نحن نتحدث عن 67، نحن نتحدث عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، نحن نتحدث عن حل قضية اللاجئين حلا بناء على الشرعية والقانون الدولي. إن اتفق ووافق الإسرائيليين على ذلك أهلا وسهلا. أولا، ثانيا، نحن نتحدث عن وقف كامل وشامل للإستيطان في كل مكان بما فيها القدس الشرقية وبما فيها ما يسمى النمو الطبيعي. إن وافقوا أهلا وسهلا، إن لم يوافقوا لا يوجد رجعة للمفاوضات، وأثبت ذلك كل الشهور الماضية، ليست مزاجية استراتيجية. ولكن القيادة الفلسطينية والمؤسسة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يجلس منتظرا للإسرائيلي لكي يتغير، يجب أن نفعل كل ما نستطيع في هذه المرحلة لتشكيل استراتيجية نستطيع من خلالها أن نؤثر على واقعنا. الأمم المتحدة جزء من هذه الاستراتيجية، وهنا أريد أن أتحدث عن استراتيجية حركة فتح، أريد أن أتحدث عن برنامج حركة فتح الذي أقر منذ العام 2009، ليس الآن، قبل وقف المفاوضة. أول عماد من هذه الاستراتيجية لحركة فتح هي تصعيد المقاومة الشعبية السلمية على الأرض، وهذا لتعديل ميزان القوى ولاستثمار الجو في المنطقة وفي العالم، لأن الشعوب عندما تنتفض سلميا دائما لها النصرة على الأنظمة القمعية، وإسرائيل اليوم أكثر في مصاف الأنظمة القمعية منها في مصاف أي أنظمة أخرى. ثانيا، وأنا أتحدث عن برنامج حركة فتح السياسي، يجب تصعيد الحراك الدولي. هنا تأتي الأمم المتحدة. الحراك الدولي ليس فقط المقصود فيه أن نذهب إلى الجمعية العمومية للحصول على الاعتراف أو المجلس الأمن، الحراك الدولي يشمل ذلك بل هو يتعداه، نقصد عزل ومحاسبة ومحاصرة ومقاطعة إسرائيل. ولهذا السبب إسرائيل مهووسة للذهاب إلى الأمم المتحدة لأنها تريد تفرد الولايات المتحدة، ولهذا السبب إسرائيل مهووسة من قضية المقاطعة وتصدر قانونا كما تعرفون حول المقاطعة، لأن ما يحصل هو استراتيجي ليس مزاجي. ثالثا، نريد أن نعمق ونبني مصالحتنا الوطنية ووحدتنا الوطنية، وصلنا لاتفاق، نعم هناك مشاكل، نعم هناك عقبات، ولكن من لم يتوقع ذلك؟ القطار انطلق، أنا في تقديري العوامل التي أدت إلى المصالحة ليست مرشحة للتغيير، لا إسرائيل لديها أي مشروع ولا الولايات المتحدة ستتغير على الأقل في 14 شهر القادم،
ولا المنطقة ستعود إلى ما قبل الربيع العربي، ولا الوضع الشعبي الفلسطيني الداخلي سيتغير، بمعنى أن سيستمر هناك دعم وضغط شعبي على كل الجهات، فتح وحماس من أجل الاستمرار في طريق المصالحة. قد تكون الرحلة ليست بالسرعة التي نريدها، ولكن انطلق. وأخيرا يجب أن نكمل في بناء المؤسسات الفلسطينية لتمكين مواطنينا وشعبنا وأنفسنا من البقاء على أرضنا. هذه هي الأربع أعمدة الأساسية، وإسرائيل تتابع أننا نمشي على هذه الخطى بشكل متتالي، بشكل استراتيجي لا رجعة فيه. وهذا بالضبط ما إسرائيل الآن هي بصدد مقاومته. إسرائيل لأول مرة في خانة الدفاع، نحن حقيقة أخي محمد في خانة الهجوم، والهجوم سياسي ودبلوماسي ومؤسساتي وبشري وسلمي، ولكن نلمسها في كل مكان نذهب إليه. لدينا الأعلوية السياسية، الأخلاقية، الدبلوماسية. هناك شعور إسرائيلي من كل أطياف السياسة الإسرائيلية بأن إسرائيل فعلا فقدت زمام المبادرة. شمعون بيريز رئيس الإسرائيلي يقول أن إسرائيل تواجه وضعا دوليا صعبا، حيث أن هناك أغلبية في الأمم المتحدة مناهضة لإسرائيل. هذا اعتراف إسرائيلي، لكن بالمقابل، وأنا أريد أن أعتمد على معلوماتك في هذا الشأن، أنتم كفلسطينيين مدعومين من المجموعة العربية متوجهون إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على ماذا؟ نحن هناك قرار سياسي فلسطيني أن نتوجه إلى الأمم المتحدة إن لم تتوفر هناك عملية سياسية تفاوضية حقيقية من أجل الحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، لتعكس حقيقة أن معظم البشر في العالم يعترفون بالدولة الفلسطينية. لماذا أقول البشر للدول؟ لأن 9 من أكبر دول العالم بشريا سكانيا اعترفت بالدولة الفلسطينية من 88. العشرة الأكبر دول، واحدة منهم فقط لم تعترف بفلسطين، هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لك الصين والهند وروسيا وما شابه. نحن لدينا الآن أكثر من 116 بالورقة والقلم، ولكن ننتظر أن تكون الأعداد هذه أكثر بكثير. نحن لدينا أكثر من 30 دول العالم، نريد أن نذهب لهذه الدول التي تعترف بنا ونصبح عضو في المؤسسة الدولية لكي نستطيع أن نكون أعضاء في كل هذه المنظمات الدولية، نستطيع أن نحصل حقوق شعبنا، نستطيع أن ندافع عن حقوق شعبنا. ويتحول هذا 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 الخبث الإسرائيلي الذي يتناول القضية وأرضنا من أرض متنازع عليها، وبالتالي هم كانوا ماكرين في السنوات السابقة في الحديث عن المستوطنات وكأنها حارات وليست مستوطنات ومستعمرات غير قانونية، في الحديث عن الأرض ليست أرض محتلة بل أرض متنازع عليها، وبالتالي منطقهم أن يسرقوا أكبر كمية من ذلك. لا، هذه دولة محتلة بالقانون الدولي، والدولة محتلة قادرة أن تأخذ الدولة الأخرى عضو في المجلس الأمن، وبالمناسبة عضو في الأمم المتحدة. بالمناسبة، إسرائيل قبلت في العام 48 في الأمم المتحدة كعضو بشرطين، وقال أبا إبن في زمنها وزير خارجية إسرائيل أنذاك أن إسرائيل تقبل هذين الشرطين، وبالتالي قبلت إسرائيل في الأمم المتحدة. الشرط الأول قبول قيام دولة عربية حسب قرار التقسيم 181، والشرط الثاني عودة اللاجئين. إذن إسرائيل لم تصدق الشرطين، بناء عليها تم قبولها في الأمم المتحدة، وسيأتي الوقت الذي سنحاسب إسرائيل على ذلك. طيب، أريد أن يعرف المشاهد حاليا ما هو الوضع القانوني حاليا لفلسطين في الأمم المتحدة. نحن permanent observers، نحن عضو مراقب دائم، ولكن لسنا state، لسنا دولة، نحن PLO يعني منظمة التحرير. يقال عن the permanent mission of Palestine، ولكن لا يوجد صفة الدولة في هذه الكيانية السياسية. الدولة لنا في مشروعنا في غاية الأهمية لأسباب قانونية وسياسية عديدة لن نخوض فيها الآن، ولكن إسرائيل أكثر الدول معرفة بالأهمية القانونية لأن تتحول من هذه الهيئة السياسية الممثلة لشعب إلى هيئة سياسية تمثل شعب وأرض. أريد أن تشرح لي ذلك. هنا الاختلاف، أن تصبح دولة كابلة العضوية أو دولة مراقبة، الفرق بين الاثنين، وماذا تكسب فلسطين على المستوى الدولي؟ الفرق الأساسي بين دولة كاملة العضوية والتي يجب أن يقرها مجلس الأمن، وأنت وأنا نعرف أن الولايات المتحدة
على الأرجح ستستخدم حق الفيتو، وبين دولة مراقبة هو فقط حق التصويت. الدولة الكاملة تصوت، الدولة المراقبة لا تصوت، ولكن الدولة المراقبة كما كانت سويسرا لحد 3 سنوات سابقة، وكما الآن الفاتيكان هي دولة مراقبة، لها كل حقوق الدول الكاملة العضوية في كل المجالات. هي عضو في منظمات الأمم المتحدة ILO WHO، منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل، والحق في أن تكون جزء أيضا من منظومة الأمم المتحدة، إما البنك الدولي IMF وما إلى ذلك. أيضا لها الحق بأن كعضو مراقب، كعضو مراقب، ولكن هي لها الحق أن تكون عضو في كل الهيئات الأخرى، لها الحق أن تدعم. والعضو المراقب بإمكان فلسطين أن تربح في الجمعية العامة دون مجلس الأمن. نعم، كعضو مراقب بإمكان فلسطين أن تذهب إلى الجمعية العمومية. هذه قضايا إجرائية، وللحق نحن لا نريد أن نخوض فيها، نتركها إلى زملائنا في الأمم المتحدة، سفيرنا هناك وسفرتنا هناك، بعثتنا هناك، ولا زملائنا في وزارة الخارجية. إجرائية بحتة، والأمم المتحدة لها قضايا إجرائية لا أنزل الله منها من سلطان. المهم هو القرار السياسي، هذا هو المهم. المهم أننا لن ننتظر إسرائيل، لن ننتظر إسرائيل. هناك خيارات أمامنا متاحة، سنستخدمها جميعا إذا ما أوصلتنا إلى تعزيز ميزان القوى بيننا وبينهم بكل الطرق الشرعية والسلمية. هناك من سيقول لك أن هناك سباق حقيقي، أولا ميداني إسرائيليا، إسرائيل التي تعمل في الميدان على مستوى المستوطنات وعلى مستوى التهويد وعلى مستوى القوانين التي تقر في الكنيسة، سأتكلم عنها بعد قليل. وهناك سباق آخر، سباق دبلوماسي. إلى أي مدى فلسطين بإمكانها أن تكسب معنويا من هذه المعركة الدبلوماسية إذا استمرت إسرائيل في غابات الإسمنت وفي قدم الأراضي الفلسطينية في مصادرتها الكاملة لفلسطين؟ بالضبط، وبالتالي لذلك أنا ذكرت في البداية أن الذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية هو ليست نهاية الطريق بل بدايتها. فقط هي خطوة صغيرة في، يجب أن يكون هناك جدول نضالي طويل الأمد. وضعنا مع إسرائيل لن ينتهي في الغد، ولكن هذه خطوة جدا مهمة. على سبيل المثال، أولا أنت بهذه الخطوة تحسم أمر أراضي متنازع عليها، وهذا في غاية الأهمية. ثانيا، أنت تصبح عضو كامل في هذه المؤسسات الدولية، وبالتالي لك الحق في أن تذهب إلى محكمة العدل الدولية، إلى محكمة الجرائم الدولية، وتشكي إذ كان هناك جهة محتلة. ثالثا، كل حدث صغير يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة الآن سيتحول إلى حدث دولي إن دخل جيب عسكري إسرائيلي في رام الله، لأنه هذه دولة محتلة حسب القانون الدولي، ولم تعد أراضي متنازع عليها أو حتى أراضي محتلة، بل دولة محتلة. وهذا ما يخيف إسرائيل بالأساس. الفكرة أننا الآن نعيد فلسطين إلى القانون الدولي. نحن تهنا بكل صراحة 20 عام من التيه، من التيه. ذكرني تاريخيا، هل هناك سابقة اعتراف بدولة محتلة؟ طبعا، دولة محتلة. الآن الدكتور نبيل شاعث في إيرلندا، وإيرلندا أعلنت استقلالها في العام 1918، وكانت محتلة من قبل البريطانيين، واعترف بها كل الجوار. كوسوفو لم تنل على، أفغانستان دولة محتلة ولها عضوية كاملة في الأمم المتحدة. العراق دولة كاملة ولها عضوية في الأمم المتحدة. طبعا هناك إسرائيل نفسها أعلنت استقلالها بشكل أحادي تماما، لم تتفاوض لا معنا أصحاب الأرض الحقيقيين ولا مع أي حد، ولا حتى مع الأمريكان على فكرة، ولا مع الروس، ولكن استطاعت حتى بالتفاصيل القانونية بإمكان القول أن دولة فلسطين التي لا نعرف حدودها ولا نعرف مساحتها ولا نعرف عدد سكانها، لأنه هذا كله قابل للتفاوض. هل بالإمكان الحصول على ذلك بدون التفاصيل؟ لا، قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية واضحة. نحن من أعلناها على حدود واضحة. إسرائيل لديها مشكلة في الحدود لأنها تريد أن تقدم الأرض، وأنت تطالب العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على الحدود التي أعلنتها. طبعا، وبالتالي حدود 4 حزيران 67، هذا ما نطالب به. لا نطالب لا بأقل سنتيمتر ولا بأكثر سنتيمتر. طيب، أنت معتمد أيضا على هذا التضامن وهذا القرار العربي، لكن القرار العربي، وكنت أحسنت عندما قلت أننا لسنا اللاعب الوحيد، هناك لاعبين آخرين بإمكانه أن يكون عرضة لضغوط دولية أيضا، وبإمكانه أن يغير ويمارس ضغوط على هذا الفلسطيني. وأنا طبعا قرأت منذ أيام حول إمكانية صدور مشروع جديد أمريكي عربي تحدث عن خارطة طريق جديد، كل هذه الإمكانية موجودة. هل لمستم أن لدى العرب في ظل هذا الاضطراب الحالي نية للذهاب معكم إلى الحد الأقصى؟
طبعا طبعا، لأنه هذا ليس بخيار حرب، وهذا ليس بخيار مواجهة عظمى، هذا خيار مقنع، مقنع للجميع. حتى في أوروبا، نحن الآن في لندن، وكانت هناك زيارة رسمية كما تعرف من قبل مفوض العلاقات الخارجية بقيادة المفوض الدكتور نبيل شعب، وكان هناك زيارات لدول عديدة، زرنا أكثر من 10 دول خلال الأيام السابقة. أوروبي، حتى في أوروبا هم مقتنعين تماما بشرعية وعقلانية المشروع أن نذهب إلى الأمم المتحدة. كيف لك أن تكون أكثر شرعية من أن تذهب إلى الأمم المتحدة وتطلب إجماع دولي حول سبل الحل؟ لا أجد هناك أي بديل للدول العربية ولجامعة الدول العربية إلا دعمنا بشكل كامل. ولكن الربيع العربي وما يحصل وهذه التغيرات، أيضا الشعوب العربية تماما أولا غير مرتاحة على ما كان يحصل خلال السنوات السابقة من عدم مقدرة العالم العربي ودولهم إلى الضغط باتجاه تحصيل حقوق الفلسطينية. أنا متأكد أن الأمور حتى في مصر كما لاحظنا، مصر الجديدة صارعت في فتح المعبر، مصر الجديدة دعمت الفلسطينيين باتجاه المصالحة، مصر الجديدة بعد ثورة ميدان التحرير مصر تختلف، نحن نشعره في كل يوم. أبدا أبدا العالم العربي لا يوجد في تقديري أي بديل. نحن نتحدث عن العالم العربي ليس عن دول بحد ذاتها، ولكن هل سيكون هناك ضغط يمارس من قبل الولايات المتحدة على بعض الدول العربية؟ نعم، ولكن هل هذه الدول العربية سيكون لها إمكانية للتأثير على الكل العربي؟ دكتور حسام صملت، أريد أن أسألك سؤال حول موضوع الاضطراب العربي من مواقف الدول الأجنبية. لا أتحدث عن مواقف الدول الأجنبية الغربية وعلاقتها بإسرائيل، لكن هل تشعرون من خلال ما ذكرت عن هذه الاتصالات الكبرى التي تجرونها أن هذا الاضطراب العربي يربك هذا الغرب ويريد إرضاء الفلسطيني بالمزدوجين، أو أنه يربك هذا الغرب وليس لديه أولوية اسمها فلسطيني هذه الأيام؟ الغرب ليس صندوق أسود، يعني إن كنت تقصد الولايات المتحدة بالغرب أو الدولة التي تقود الغرب، نعم الولايات المتحدة أنا في تقديري لن تكون موجودة في الشرق الأوسط أو في منطقتنا من هنا إلى 14 سنة، آسف، شهر قادم، إلى أن تأتي الانتخابات الرئاسية القادمة. السيد أوباما قرر أن أولوياته ليست خارجية وليست سياسة خارجية بل داخلية بالأساس، ويريد تعظيم إمكانياته على أن يفوز بالدورة الثانية للرئاسة في الولايات المتحدة. وعلينا أن نفكر استراتيجيا كيف لنا أن نتصرف وكيف لنا أن نعظم من إمكانياتنا في فترة غياب الولايات المتحدة. هذه هي اللعبة الاستراتيجية لنا كفلسطينيين. لكن الاضطراب العربي يساعدك أن يربك على المدى القصير؟ يربك أكيد، يربك على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل يساعد، بالتأكيد يساعد، بالتأكيد. يعني إن كان هناك صوتا مسموعا من الشعوب إلى قيادتها، وإن كانت الشعوب قادرة على التأثير على القرار في دولها، الشعوب العربية بالتأكيد سيساعد. أنت تعرف وجميعنا نعرف أن الشعوب العربية قضية فلسطين لديهم قضية في القلب، هي وأنا كنت في برلين قبل أيام مشارك في مؤتمر دولي وقابلت جزء كبير من شباب الثورة المصري، ائتلاف الثورة، وسمعناهم يتحدثون في ورش عمل، وقالوا أن جزء مهم من الثورة المصرية كان بسبب فلسطين وما يحصل لفلسطين. جميعهم بلا استثناء، من هو يساري ومن هو يميني ومن هو إخوان مسلمين، الجميع أجمع على هذه النقطة أن فلسطين كانت في قلب ما حصل في مصر. طبعا على المستوى الطويل فلسطين وكل العالم العربي سيستفيد من هذه من هذا التحول الديمقراطي في المنطقة، ولكن من هنا إلى 2 أو 3 بالطبع مصر ستكون مشغولة تماما في فترة انتقالية صعبة جدا. هناك ملف أمني ضخم، هناك ملف فساد، هناك ملف دستور، هناك ملف انتخابات. بالتأكيد نحن يجب أن نعض على الأصابع في هذه السنوات، ولكن عض الأصابع لسنتين أو 3 سيفيدنا كثيرا بعد ذلك. هل أيضا، وهو سؤال نوعا ما خبيث من مزدوجين، هل التهاء النظام العربي بما يحصل في الداخل في بعض الدول هو فرصة لفلسطين بأن تنطلق دون إرباكات أو دون مؤامرات من مزدوجين؟ أبدا 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 يا أخي محمد، يعني بصراحة نحن واحدة من المشاكل التي عانينا بسببها كثيرا خلال السنوات السابقة هو تركنا وحيدين مع الإسرائيليين، يعني أو تدخل في شؤونكم في بعض الأحيان. نعم، وبشكل، وهذا ما قصدت في سؤالي، يعني وبشكل سلبي. لن نستطيع أن نصل إلى حقوقنا المشروعة بدون أن يكون لنا عمق عربي، استحالة استحالة، ميزان القوة لا يسمح. وإسرائيل في ميزانها ليس فقط أنها رابع أكبر قوة في العالم وقوة غاشمة تضرب وتقتل وتبطش، بل هي محمية من منظومة دولية
بالمة أيضا باتجاهنا. فالعمق العربي أساس، وهذا الدرس الأساسي الذي يجب أن نتعلمه من 20 عام السابق، أساس في إعادة التوازن. لا التوازن من أجل الحرب، بل حتى التوازن من أجل السلام. لن نصل إلى حقوقنا ولن يقتنع الإسرائيليين أننا شركاء بالقدر الكافي والمتوازي والمتساوي إلا إذا كان عمقنا العربي فعلا بدأ يتحرك باتجاهنا مرة أخرى. دكتور حسام زملط في القسم الثاني سأسألك عن هذه الاستراتيجية على المستوى الفلسطيني. طبعا حضرتك عندك موقعك الفتحاوي، لكن أريد أن أعرف كل الوضع الفلسطيني هل يحمل هذه الاستراتيجية، وسأنتقل بعد ذلك إلى الوضع الدولي من خلال اتصالاتكم الحاصلة والجدل الحاصل حاليا في إسرائيل بعد الفاصل. فلسطين عصر التحولات الكبرى، نقاش مع دكتور حسام زملط النائب التنفيذي للمفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح. في الداخل الفلسطيني الكلام عن هذا التوجه، وأنت تشدد على استراتيجية وليس على مزاج أو على تكتيك مؤقت، إلى أي مدى يحظى بإجماع فلسطيني عام، أم هناك عدم اكتراث من بعض لصالح أنه جربوا حتى نشوف؟ إذا نحن نتحدث عن التيارات والأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية، فقد أزعم أن هناك شبه إجماع أو على الأقل أغلبية ما بين الأطياف الأساسية على هذا البرنامج السياسي. أولا، أنتم سمعتم خالد مشعل في القاهرة عند توقيع الاتفاق قال أن حماس تريد دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. هو تماما برنامج حركة فتح السياسي منذ العام 88. هذا أولا، وهذا مهم جدا. وطبعا حركة فتح وحركة حماس كونما الحركة الأكبر في المجتمع الفلسطيني تشكل، ولكن أيضا هذا برنامج منظمة التحرير الذي تنتمي إليه جبهة الشعبية وجبهة الديمقراطية. ثم من هناك ننطلق إذا كان هذا هو الهدف الاستراتيجي الفلسطيني. أولا دولة في 67 على حدود 4 من حزيران كاملة، هذا هو البرنامج، ثم حق العودة وتنفيذه واحترامه، والمساواة لفلسطينية 48. إذا كان هذا الهدف الأساسي، إذن نتحدث الآن عن الأدوات. أظن أن هناك أيضا إجماع في الطبقة السياسية، أنا أتحدث عن الطبقة السياسية، لا أتحدث عن التيارات السياسية. أظن أن هناك شبه أغلبية وإجماع يتشكل، بدأتها فتح في مؤتمرها السادس وإقرار هذا البرنامج السياسي الذي يعتمد على المقاومة الشعبية وليس المسلحة. أظن أن حماس أيضا تتوجه بنفس الاتجاه، ودليل على ذلك ما يحصل منذ أشهر من تطبيق للهدنة ومن توجه أكثر باتجاه المقاومة الشعبية، ليس فقط لأن فتح استخدمت هذا الأسلوب وبدأ يأتي بأكله، بل أيضا لأن العالم العربي وما حصل، يعني هناك فعلا تجربة أن المقاومة الشعبية التي تستنهض مئات الألوف والملايين هي الطريق الأنجح والأنجع، والتي تفتح أمامك الكثير من الخيارات، ليس فقط خيار المقاومة على الأرض، بل هذا الحراك الدولي الضاغط على عدوك وعلى غريمك، وتبقيك دائما في موقع الأعلى أخلاقيا وسياسيا. إذن من الناحية الطبقة السياسية نعم، أنا أستطيع أن أزعم أن هناك هذه الأغلبية الفلسطينية، ولكن من الناحية الشعبية لا، لدينا مشكلة كبيرة أخي محمد، ويجب أن نعترف بها ويجب أن نواجهها بكل ما لدينا من قوة. هناك انفصال ما بين الطبقة السياسية الفلسطينية وما بين الشعب بشكل كبير، وللحق جزء كبير منها هي السياسة الإسرائيلية، ليس للوم الإسرائيليين، ولكن أنت تعرف إسرائيل تعزل تماما جغرافيا بين غزة والضفة، أنت تعرف أن إسرائيل تعزل جغرافيا بين القدس والضفة، أنت تعرف أن إسرائيل لا تسمح للاجئين بالعودة حتى إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، هناك عزل حتى 48، حتى فلسطينية 48 ليس مسموح لهم أن يأتوا بحريتهم، قد يتهربوا أحيانا ولكن ممنوع عليهم بالقانون العسكري الإسرائيلي. إذن هي تفصل بين الشعب وإمكانية هذا التداخل بين الشعب، ولكن أيضا هناك تقصير ويجب أن نعالجه. يجب أن يكون هناك الآن إشراك لكل أطياف المجتمع الفلسطيني خصوصا في الشتات، هؤلاء ثلثي المجتمع الفلسطيني ويجب أن يكونوا جزء أصيل من القرار الفلسطيني السياسي. هل سيتبنى الشعب وأطيافه البرنامج السياسي لحركة فتح أو البرنامج السياسي لحركة حماس أو كل ما يأتي به الطيف السياسي؟ ممكن، ولكن يجب أن نبدأ هذه العملية
من الاتصال المباشر ومن فتح القنوات التي بدونها سيكون هناك صعوبة في إحضار وتجهيز وتحضير الشارع لما نحن بصدده. طيب في كلامك عن الاستراتيجية الفلسطينية في هذا الشأن يفترض أن يكون هناك خريطة طريق، أنه أنتم ذاهبون في أيلول سبتمبر نحو الجمعية العامة لطلب الاعتراف الكامل، قد تحصلون بشكل شبه مؤكد على الاعتراف الجزئي أو يعني وضع الدولة المراقبة بعد ذلك، هل هناك أجندة أخرى؟ طبعا طبعا هذا هو قوة النضال الشعبي السلمي المدني الدولي الرسمي، سميه ما شئت، يفتح أمامك كل الأبواب، تبدأ في الجمعية العمومية ثم تنتظر المرحلة السانحة لتدخل إلى مجلس الأمن وتطلب عضوية كاملة يوم تحضر نفسك، إذا كان هذا سيناريو. ممكن أن يكون السيناريو الآخر أن تبدأ من مجلس الأمن ثم تعود إلى الجمعية العمومية مرة أخرى، سنتركها لأصحاب القرار التقنيين في هذا الموضوع، لأن حساباتهم تختلف عن حساباتنا الآن. حساباتنا الآن ونقاشنا سياسي، ولكن من هناك هناك حلين، هناك خيارين، إما أن تلتزم إسرائيل بهذا الإجماع الدولي وبوضعنا القانوني والسياسي وتعود إلى طاولة مفاوضات حقيقية. 20 عام السابق انتهوا بلا عودة، الحمد لله بلا عودة. إما أن تعود إسرائيل لأن تنهي احتلالها، والاحتلال لا يتطلب مفاوضات، هذه بدعة إسرائيلية نحن وقعنا فيها، فخ. الاحتلال يجب أن ينتهي بدون مفاوضات، نحن نتفاوض على بعض من القضايا التقنية، نتفاوض على العلاقات الاقتصادية، نتفاوض على فيز وقضايا ثنائية، أما إنهاء الاحتلال هذا وضع غير قانوني، إنهاءه يجب أن يكون أوتوماتيك بدون الخوض في مفاوضات. إن تم هذا الخيار أهلا وسهلا، إن لم يتم هذا الخيار هناك خيار بعد الحصول على وضعنا القانوني والسياسي بأن نصعد حراكنا الدولي الضاغط على إسرائيل، وهذا لك بتجربة جنوب أفريقيا ولك بتجربة الدول الأخرى الكثير من الأمثلة. يعني إسرائيل لها الحق على لسان رئيسها أن تقول أن هناك تسونامي سيأتي لإسرائيل. نعم نعم، وهذه هي الاستراتيجية الفلسطينية. لسنا الآن بحاجة لأن نطلق رصاصة واحدة، لسنا بحاجة. منذ أيام لدينا رصاص أكثر قتلا وفتكا، وهو الرصاص الدولي الشرعي الشعبي الداخلي الوحدوي المؤسساتي. هذه القناعة لدينا ولدى العالم بأن المشكلة في الطرف الإسرائيلي، ليست فقط على المستوى السياسي بل حتى على المستوى الأخلاقي والقانوني. إسرائيل فعلا كما قال براك يهود براك ستتعرض إلى تسونامي حقيقي إذا استمرت بنفس النهج. أنا مقتنع تماما باستراتيجيتنا، ولكن هل ستنفذ إلى نهايتها هذا سؤال آخر تماما، ولكن هذا هو الخط الذي نحن نسير عليه منذ سبتمبر العام الماضي، ولم نتراجع للحظة منذ أن أوقفت المفاوضات بقرار من الرئيس الفلسطيني. لم توقف المفاوضات لا من إسرائيل ولا من أحد آخر، ثم الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية ولم نتراجع، هناك عقبات، ثم الذهاب إلى الخيار المتعدد. وأنتم سمعتم اليوم صباحا أن جامعة الدول العربية أقرت موقفنا وستذهب معنا، إذن هناك استمرار، هناك مسيرة متتالية ومتواترة ولا رجوع حتى إن كانت بطيئة. الدرس الأهم في تجربتنا الفلسطينية في تقديري أنه لن يكون هناك حل لحظي للقضية الفلسطينية، لن يكون هناك حرب شاملة تحل للقضية الفلسطينية، لا يوجد هناك قوة قادرة أن تخوض معنا هذه الحرب على الأقل في الوقت الحاضر، ولن يكون هناك عملية سياسية سلمية واحدة تحل كل القضية في يوم أو أسبوع، أو نذهب إلى كامب ديفيد في الغرف المطلقة، نشك في ذلك. إذن يجب أن يكون هناك عملية تراكمية طويلة الأمد. الشرط الأساسي أن نكون عارفين وواثقين من ما هو خط النهاية، وأن نمشي إلى خط النهاية بشكل متواتر بدون العودة مرة واحدة أو بدون الدخول في طرق فرعية والتيه. أنا حتى لو مشيت زي السلحفاة شوي شوي، معلش، لكن هذا رأيك أم هذا خطة فلسطينية؟ والله أولا هذا رأيي ورأي الكثير، ولكن مما أراقبه من مشينا ومسيرتنا أرى أن هذا أيضا منسجم دكتور حسن مع الخطة الفلسطينية لحد الآن. في القسم الأول قلت أنه الموضوع طبيعي جدا أن نذهب إلى الأمم المتحدة، وأنه يبدأ هذا العالم بالاعتراف بنا، وخصوصا أنه بدأ الاعتراف بنا منذ عام 88، ومع ذلك هناك صعوبات. أريد أن أعرف منك من خلال الاتصالات الدولية التي تقومون بها نوعية هذه الصعوبات، موقف الأوروبي بشكل عام، موقف روسيا
والصين وإمكانية تأثيره على العالم، طبعا موقف ما كان يسمى بالعالم الثالث، أمريكا اللاتينية وكل ذلك أولا. ثانيا بصفة يعني أنا يعني أستند على خبرتك الدبلوماسية، وأنت يعني دبلوماسي قديم في هذا الشأن، هل تبدل المزاج الدولي؟ وهل المحادثات الكلام الجديد يبدل أيضا من هذا المزاج الدولي؟ نعم تبدل المزاج الدولي. أولا دعنا نتحدث بشكل عمومي، لك أن تضع روسيا في مصاف الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وهذا ما حصل في اجتماع الرباعي الأخير، ما حصل أن دق الروس أقدامهم في الأرض وقالوا لن يكون هناك بيان يتحدث عن بعض الأشياء التي لا يراها الروس مناسبة للعملية السلمية، منها يهودية الدولة وما شابه. الصين موقفها تاريخي، الرئيس الراحل ياسر عرفات علاقته كانت بالصين علاقة شراكة حتى عسكرية، ولا زالت هذه العلاقة وأوطادها وحركة فتح لها علاقة مع الحزب الشيوعي الحاكم، ودائما ما نستقبل وفودهم ونستقبل وفود. إن كنت تريد أن نختصر التحليل، التركيز الآن هو على أوروبا والولايات المتحدة وما يدور في فلك الولايات المتحدة، وهم دولتين بالأساس، كندا على المستوى الدولي، كندا وأستراليا، ضعهم على جانب. أوروبا، بس للتذكير أن أوروبا تشكل الدول المانحة التي تمول السلطة الفلسطينية، وبالتالي هي عمليا معترفة طبعًا بفلسطين، ما الذي يمنعها أن تذهب أكثر من ذلك؟ وليس فقط دول مانحة، أوروبا رفعت من مستوانا الدبلوماسي من 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 ديليجيشنز أي بمعنى مفوضيات إلى ميشنز أي بمعنى بعثات دبلوماسية. والبعثة الدبلوماسية بالأمس قبل 4-5 أيام كنت في ستوكهولم في السويد، وتم يوم وصلت تم ترفيعها مصادفة ووصول أول سفير فلسطيني إلى ستوكهولم، السفيرة هالة التي قدمت أوراق اعتمادها كسفيرة للملك السويدي ولرئيس الحكومة السويدي على أنها diplomatic mission of Palestine، بعثة دبلوماسية لفلسطين وليست للفلسطينيين. لا يوجد هناك بعثة دبلوماسية إلا لدولة. أوروبا تقدمت كثيرا، ولكن هذه الشعرة الفاصلة بينهم وبين الاعتراف بنا كدولة رسميا. جزء أوروبا منقسم في هذا الشأن إلى 3 أقسام. الجزء الأول يريد أن يعترف تماما، فقط ينتظر اللحظة الحاسمة والتي يراها هذا الجزء مناسبة، وهذا الجزء هو الأكبر من ناحية العدد، يضم فيما بينهم السويد وإيرلندا والنرويج وأسبانيا والبرتغال واليونان، وطبعا أوريدي اعترفت بنا قبرص ومالطا والدول الشرقية، دول أوروبا الشرقية السابقة التي اعترفت فينا منذ إعلان الدولة لأنها كانت جزء من الاتحاد السوفيتي. إذن ماذا تبقى؟ تبقى الدول الغربية، دول أوروبا الغربية الوسط. هناك 3 أقسام، هناك القسم الذي يؤيد وينتظر، هناك القسم الذي يعارض وينتظر، تضع هناك ألمانيا لأسباب تاريخية ليس لها علاقة بموقفنا ولا موقفهم السياسي، هم معنا تماما. كنا في برلين قبل أيام قليلة دكتور نبيل شاعت وأنا، وسمعنا من السياسيين والممثلين ورؤساء الأحزاب والرسميين الألمان أنهم معنا قلبا وقالبا، ولكن ألمانيا وتاريخها وهذا أنتم تعرفون الهولوكوست وما حصل هناك من المذبحة، حساسية ألمانية، حساسية مصرية، وأيضا ممكن أن تضع في هذه الخانة دول مثل هولندا وما شابه، هناك صعوبة حقيقية أيضا لأسباب ليس علاقة لا بالمنطق ولا بالسياسة، لأن هولندا هناك جالية يهودية متمسكة ومسيطرة، ولكن هناك الدول التي فعلا الآن هي في مرحلة صنع القرار، على رأسها فرنسا وبريطانيا، وفي تقديري أن جميع المؤشرات تدلل على أنهم أقرب بكثير إلى الموقف الفلسطيني من الموقف الإسرائيلي، خصوصا في موضوع الاعتراف. ماذا سيحصل في سبتمبر؟ كيف فهمت هذا التحفظ أو الرفض إلى آخره، حتى نقول التحفظ الإيجابي؟ ما الذي يمنع لدولة مثل المملكة المتحدة البريطانية أو فرنسا أن تقوم بهذا الاعتراف دون أن يمس ذلك علاقاته مع إسرائيل؟ كيف فهمت ذلك؟ فهمنا ذلك من خلال لقاءاتنا الأخيرة خلال الأيام السابقة، أنهم يريدوا إبقاء هذا الضغط على إسرائيل، يعني أنه بمعنى سنعترف لو ما رجعتوش على المفاوضات، وما بدهم مش يستخدموا الكرت، هذا المنطق، يعني يسحبوا الكرت، طيب اعترفنا بيكو إسرائيل، طيب يعني مش هترجع المفاوضات، بدنا نضلنا الضغط ونضل هذه حالة الغباشية في سياستنا، بدنا نعترف ولا بدناش نعترف، مش هنضغط على إسرائيل. احنا موقفنا كان لا، شو الكلام هذا، ما هذا كلام، إسرائيل مش مشهورة عنها أنها تضغط بالطريقة هاي، إسرائيل مشهورة عنها أنها تضغط عندما ترى أن هناك إجماع دولي رقمي وكمي وكيفي، اللي بيقول لأنه هي في الغلط، اللي بيقول لأنه مستوطناتها ملهاش
لهاش مستقبل، اللي بيقول لأنه فعلا العالم راح يتعامل بردة فعل مختلفة إذا استمرت في سياساته. هذا منطق. منطق آخر يقول الأوروبيين خصوصا البريطانيين أنه طيب وصلنا لسبتمبر وعملنا اللي عملناه، وإما أنتم ما حصلتوش على عضوية بسبب فيتو أمريكي، أو حصلتوا بس ما صارش إشي على الأرض، فبالتالي هذا بسبب إحباط شديد عند المجتمع، وممكن أن يحصل هناك انتفاضة لا تحمد عقباها ومش مدروس. هذا أنا أتحدث لك ما قالوه، ولكن أيضا هذا مردود عليه. يا سلام، يعني نحن من شان هذا السيناريو نجلس مكتوفي الأيدي ما نعملش؟ بعدين مين اللي قال؟ طب يمكن إحنا لو ما عندناش هذا النهج وهذا المشروع، يمكن أصلا الفراغ اللي سيترك من عدم أخذ أي موقف وانتظار رحمة إسرائيل علينا وعلى أمريكا وعلى المجتمع الدولي كله هو اللي سيخلق هذا الإحباط في المجتمع الفلسطيني. وأظن المجتمع الفلسطيني لا يتصرف ويرد فعل فقط من إحباط يعني، وأصلا توقعات المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني الآن ليست عالية كثيرا. نحن دخلنا في تجارب كثيرة ونعرف في مجملنا وكلنا الفلسطيني أن قرار من الأمم المتحدة لن ينهي الاحتلال، يعني الجميع يعرف ذلك. أريد أن أفهم منك تقنيا، وكنت تحدثت أنه العالم مصالح، بالتالي هذه الدول التي تذهبون توجهون إليها ليست جمعيات خيرية، هل بإمكان القول فقط الكلام الحوار أن يغير من موقف هذه الدولة أو تلك دون وعود بأكثر من ذلك، مصالح خاصة، عقود اقتصادية، لا أعرف، هل حصل أن تبدل موقف أو مزاج دولي فقط من خلال الحوار؟ الحوار جزء مهم من العلاقة الدولية أخي محمد، بس الحوار ليس فقط معتمد على محاجزة العدل والحق، أيضا في الحوار هناك قضايا مهمة تركز عليها. هناك في الغرب هناك ملفات نعرف أنهم مهتمين بها، منها ملف علاقاتهم بالعالم العربي، والغرب يعرف أننا بوابة أساسية في ذلك، خصوصا في هذا الزمن، في زمن التغير الحقيقي في العالم العربي، هذا أولا. ومنها المصالح الاقتصادية والعقود، هناك شركات كبرى أوروبية ذهبت إلى مصر وتم إغلاقها حتى قبل الثورة المصرية، مثل كارفور. والعلاقة الاقتصادية مربوطة بمواقف الدول الأوروبية بالأساس باتجاه القضية الفلسطينية وبعض القضايا العربية الأساسية. ثم هناك قضية الشعوب أو المهاجرين العرب والمسلمين في 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 أوروبا، في بريطانيا على سبيل المثال، وهي تهمهم تماما، ويعرفون أن الأعداد في تنامي. أنت تتحدث عن أكثر من 2 مليون مسلم في بريطانيا وحدها، وملايين في فرنسا وملايين في ألمانيا. هذه قضية على جدا غاية في الحساسة، وهم يعرفون هناك لعبة المصالح طبعا، ونستخدموها معنا ونستخدمهم. أنا في تقديري أننا اليوم أقوى على الأقل من بضعة شهور سبقت، أقوى بهذه القرارات التي اتخذت بشكل متتالي وليس مزاجي، أقوى بالعالم العربي وما يحصل فيه، وأقوى بقناعة العالم على الأقل بأن إسرائيل داخل في مزاج إلى حد ما غير مفهوم، وإسرائيل داخل في مزاج انتحاري على المستوى السياسي. نقل عن دكتور صائب عريقات أنه قدم ورقة رسمية للأمة العربية يشرح خشية القيادة الفلسطينية من قيام أمريكا بطرح حل يتضمن الاعتراف بيهودية إسرائيل، ومن ناحية أخرى الخشية من أن يمس التوجه الأمم المتحدة بالعلاقة مع أمريكا وقف مساعداتها المالية للسلطة. هل هناك مخاطرة فلسطينية في هذا الشأن؟ وإلى أي مدى درجة التوتر الفلسطيني الأمريكي؟ طبعا هناك في مخاطرة كبيرة في هذا الموضوع، ولكن يعني شو البديل؟ يعني والله كل ما بدنا نيجي ناخذ قرار استراتيجي يمثل مصلحة شعبنا ومصلحة قضيتنا ويقدمنا إلى الأمام مثل الذهاب إلى الأمم المتحدة والاشتباك مع إسرائيل، نحن نعم نحن مشتبكين مع إسرائيل دبلوماسيا وسياسيا ودوليا ومن على كل المستويات. هذه مرحلة اشتباك، لا توجد هناك عملية سلمية. من حقنا نحن أن نشتبك ونختار التوقيت المناسب وأداة اشتباكنا. اليوم اخترناها أن تكون سلمية ونستخدم كل هذه الأدوات. وعلى فكرة الكفاح المسلح حق لنا، ولكن هو ليس واجب. وفرق ما بين الحق والواجب، هو حقنا نستخدمه متى شئنا، وليس الطريق الوحيد. هناك طرق، هذا الطريق لحد الآن ناجع خصوصا في محيطه العربي. ولكن ردا على السؤال الأساسي، نعم هناك تقدم ملحوظ، وأنا لا أرى هناك حاجة إلى الخوف من الولايات المتحدة. قد ندفع ثمن، ولكن من قال أن ما نفعله سيأتي بدون ثمن؟ ولكن هذا الابتزاز إن نفع هذه المرة سينفع في المرات الجاية. يعني المرة الجاية بنقول بدنا القدس، والله جماعة عاصمة الدولة الفلسطينية، بيقطعوا عنا المساعدات بنبطل. يا سلام، والله كويس. بعد بنقول اللاجئين لازم يرجعوا، بيقطعوا عنا المساعدات بنبطل. لا لازم تقطع، هذا المنطق لابد أن ينهى. وأنا في تقديري لحد الآن الفلسطينيين صامدون. أول من بدأ هذه العملية، عملية القرصنة والابتزاز، لم تكن الولايات المتحدة، كانت إسرائيل. يوم ذهبنا إلى المصالحة تذكر قطعوا
الضرائب التي تعود لنا، ولم تستطع السلطة دفع رواتب شهر 4 إبريل السابق، ولكن لم تدفع السلطة الرواتب ودخلت في معركة مع إسرائيل ومع المجتمع الدولي. اضطرت إسرائيل أن تدفع الرواتب في النهاية لأن بقاء السلطة مصلحة دولية. نستطيع أن نخوض هذه المعركة طالما أننا نعرف أن هناك خط رفيع، نحن لسنا وحدنا، نحن لسنا قوة عظمى، نريد أن نقلل من خسائرنا بكل الحسابات، نريد أن نعظم من مكاسبنا، هناك شعب له حاجات، نحن لسنا فقط في زمن المزاودة، نحن في زمن تعظيم مكاسبنا، وهذا ما أراه في كل مكان. طيب في الوقت المتبقي أريد أن أسألك عن الحال الإسرائيلي. أول سؤال، لماذا هذا الرعب الإسرائيلي من هذا الموضوع الذي ممكن أن يكون نسبي، اعتراف نسبي أو اعتراف كامل، هذا موضوع ممكن أن يلعبوا به، زائد توجه نتنياهو ونعرف كيف وقف أمام الكونغرس والكونغرس يقف أمامه، وكنا نشعر أنه سيطرة يعني من خلال خطابه الأخير، لماذا هذا الشعور؟ وطبعا بيريز ذكرت منذ قليل أنه يشعر بالعزلة أكثر الدول المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة، لماذا تشعر أن إسرائيل مرعوبة من هذا الهاجس؟ لأن إسرائيل تعودت على صندوق وضعتنا فيه ووضعت نفسها فيه ووضعت العالم فيه لمدة 20 عام. هذا الصندوق مريح، جدا مريح. الصندوق عنوانه أن هناك عملية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في خلالها تكون هناك عملية أو تكون هناك فترة انتقالية، يقوم الفلسطينيين بدفع تكلفة الاحتلال أو سداد تكلفة الاحتلال عن طريق المساعدات الدولية. إذن لا يوجد تكلفة للاحتلال، إحنا اللي بنعطي الخدمات الصحية والتعليمية للسلطة الفلسطينية مش إسرائيل. وفي نفس الوقت تبقى إسرائيل تحتل أرضنا، وبالتالي تستخدم 50% نص الأرض، وهي أرض الأرض اللي أكثر خضارا، وبتأخذ ميتنا كلها. يا سلام، مربح، فلا فيها تكلفة وعم تربح من احتلالها، وبقدروا يعملوا أي شيء بدنيا، أي شيء في هذا الوقت، بيروحوا على غزة يضربوا الناس بالفسفور الأبيض، يستشهد 1400 مدني معظمون، خشوا على رام الله يعتقلوا زي ما بدهم، يعني أحرار الجماعة. وشو شو النتيجة؟ شو الحساب؟ يعني ولا شيء، عمليا ولا شيء. ليش إسرائيل تغير الواقع هذا؟ شو مصلحتها أن تغير الواقع؟ مصلحتها تبقي الواقع. إذا الصندوق هاي كان مريح. هلا الفلسطيني بقيادته بشعبه بكل حملاته الشعبية والرسمية عم بنتقل لصندوق جديد، وإسرائيل تعي ذلك. في الصندوق الجديد نحن اللي عنا متى ما أسمته قواعد اللعبة طبعا عم بنغير قواعد اللعبة يا أخي محمد، وقواعد اللعبة الجديدة نحن بنفهمها أكثر منهم. هم بفهموا قواعد اللعبة العسكرية ممتازين ممتازين، قواعد هذه اللعبة القتل والطخ والدمار ممتازين، نحن مش بمقدره، بس نحن أعلى منهم بكثير لما تكون لقواعد لعبة أخلاقية. نحن أعلى منهم بكثير لما تكون اللعبة سياسية. نحن متقدمين عنهم بمراحل لما تكون اللعبة دبلوماسية، وإحنا متقدمين عنهم بخمسين كيلومتر إذا كانت اللعبة شعبية داخلية ودولية. تعال شوف في لندن اللقاءات اللي سويناها مع عشرات ومئات ممثلين وقيادات نقابات العمال البريطانية والكنائس وما غيره، متقدمين عليهم. إذن نحن عم بنغير قواعد اللعبة وبنسحبها من هالمربع اللي هن مرتاحين فيه وبنحطهم في مربع نقدر على الأقل أن يكون في توازن، وهذا هو ما يسبب حالة الهلع والهوس عند إسرائيل. ولو كنت مكانهم بكون في حالة هلع وهوس. طبعا هذا الموضوع سنتابعه جدا من أيلول وقبل أيلول سبتمبر القادم. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسام زملوت النائب التنفيذي للمفوض العام للعلاقات الدولية لحركة فتح، كنا نناقش معك عصر التحولات الكبرى بالنسبة لفلسطين. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا.